تعالوا هنعمل احلى معمول لذيذ جدا، وكمان هنستخدم في الحشوة التفاح، مش هنستخدم المرة دي التمر. هنعمل الحشوة المميزة السريعة دي. معايا تفاحتين هبشرهم زي ما احنا شايفين كده، وهحطهم في الحلة ومعاهم معلقة صغيرة من القرفة، وهروح بيهم على النار وهقلبهم على نار هادية لحد لما التفاح يستوي بالشكل ده. هاخده كده بقى هشيله من على النار، وهنحط عليه معلقتين من العسل، ده اختياري، ممكن منستخدمش اي تحلية خالص، ونكتفي بالحلاوة بتاعة التفاح، لان التفاح طبعا بيبقى مسكر. هقلب معلقتين العسل كده على التفاح عشان بس يدوب، وهضيف كمان ربع كوباية من اي نوع مكسرات عندك، لو مفيش مكسرات حطي سوداني. انا استخدمت ربع كوباية من اللوز المجروش، وقلبتهم كده مع التفاح بعد ما استوى والعسل، وهفضيهم في طبق كده يبردوا على جنب على ما اجهز بقى ايه العجينة بتاعة المعمول. طبعا زي ما تعودنا ان احنا بنستخدم دايما بدايل صحية واحنا بنشتغل، فبدل ما هنعمل المعمول بالدقيق الابيض هنشوف هنعمله ازاي. معايا بقى هنا 100 جرام من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، عليهم ربع كوباية من زيت الزيتون، وبيضة، ومعلقة من العسل النحل، وكمان رشة ملح، ونص معلقة صغيرة من البيكنج بودر. هنقلب كده المكونات بإيدينا، مفيش أسهل من كده، ولا مضرب ولا حاجة. طبعا هكتب لكم كل المقادير في آخر الفيديو. احنا ما استخدمناش بقى غير ربع كوباية من زيت الزيتون و100 جرام من الزبدة زي ما قلت لكم. هضيف كمان 3 معالق كبار من النشا، وده مهم قوي واساسي علشان احنا طبعا هنستخدم الدقيق الاسمر، فعايزين المعمول يكون ناعم، فالنشا هو اللي هينعمه وهيخليه كده ايه ناشف وحلو ومتماسك. ده الدقيق الاسمر اللي انا استخدمته، هاخد منه 3 كوبايات ونص، وهنضيف الدقيق بالتدريج لحد ما هتشوفوا الخليط هيبقى عامل ازاي. طبعا احنا مش بنعجن، احنا باطراف الاصابع كده بنقلب. فضلت اضيف في دقيق لحد لما خد 3 كوبايات من الدقيق الاسمر، 3 كوبايات ونص، دي كده نص كوباية الاخيرة، يبقى انا كده ضفت 3 ونص. رشة الملح مهمة قوي، اوعوا تنسوها، وما ضفتش غير نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بصوا العجينة بقت عاملة ازاي. انا بقول لكم ليه تضيفوا الدقيق بالتدريج، لان مش كل انواع الدقيق زي بعضها. ده شكل العجينه في الاخر، ده منظرها لازم تكون كده. بعد كده بقى هجيب الاداه اللي هي بنعصر فيها البرتقال او الليمون وهشكل بيها. مش كل الناس عندها الادوات بتاعت المعمول والبسكوت، تقدروا تستخدموا دي. نحط فيها كيس بلاستيك كده، وهناخد بقى العجينة بالراحة اهو، وهاخد كورة من العجينة وحطها هنا في عصارة البرتقال كده، وابتدي بقى ان انا اضغط، وهعمل تجويف علشان احط فيه الحشوة الجميلة اللي احنا عملناها. طبعا حشوة التفاح اختياري برضو، يعني اللي عايز يحشي بحشوة تمر اللي تحبوه، مش عاوزين تحشوها خالص او عايزين تحشوها مكسرات بس، دي حاجة ترجع لكم وحسب ذوقكم. طبعا زي ما احنا شايفين كده انا ايه عملت التجويف اهو. هبتدي بقى بالمعلقة واحشي حشوة التفاح الخطيرة اللي احنا عملناها. حشوة التفاح دي لذيذة جدا جدا، وبتحلي المعمول قوي، تغيير يعني، مش كل مرة تمر. وكمان مرضى السكر ما ينفعش ان هم ياكلوا بحشوة التمر عشان ما يرفعش السكر، فممكن يستخدموا وصفة حشوة التفاح دي بس ما يضيفولهاش عسل، يكتفوا بالحلاوة الموجودة في التفاح او السكر الموجود في التفاح كفاية. حطيت كده بقى الحشوة، حطيت حشوة كويسة، وبعدين بعد كده هقفل بالعجينة تاني زي ما احنا شايفين. ان شاء الله طريقة المعمول دي هتعجبكم جدا، يعني وناجحة.
والنشا هنا 3 معالق دول فارقين قوي في العجينة، بيخلونا يعم كده ولذيذ. وان شاء الله يعني تجربوها دلوقتي علشان تعملوها بقى على العيد ان شاء الله. خلاص بقى رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ممكن حتى يعني تعملوه وتشيلوها في التلاجة، مش هيجراله اي حاجة. خلاص كده انا ضغطتها كويس، هروح بقى ايه سحباها، هتطلع بكل سهولة طبعا عشان احنا حاطين الكيس البلاستيك. تطلع بقى ايه زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا بقى هحطها في صينية، دي واحدة كمان اهي نفس الشيء، بحط الحشوة. الصينية اللي احنا هنسوي فيها مش شرط ان انتوا تفرشوها ورق زبد، مش هيلزق ان شاء الله، لان احنا طبعا حاطين فيه زيت زيتون فان شاء الله مش هيلزق، وطبعا فيه زبد. لو عايزين تخلوا المقدار كله بالزيت مفيش مشكلة، او كله زبدة بس مفيش مشكلة، بس هنا يعني كده بيبقى طعمه احلى. نفس الشيء برضو هطلعها. لو عايزين ما تعملوش حشوة خالص وبيبقى لوحده كده زي كأنه بسكوت، بيبقى جميل جدا برضو. خلاص كده معاك اهو، تطلع بكل سهولة بالشكل ده. لو عندكم بقى عصارة ليمون بتبقى اصغر من دي كمان، فيبقى شكلها احلى. خلاص كده اهي، دي بقى واحدة كانت اخر قطعة في العجينة فما حشيتهاش. زي ما بقول لكم ممكن ان انتم ما تحشوهاش وتسووها كده بس، بتبقى حلوة جدا برضو. هدخلها بقى الفرن على حرارة 180، هياخد 1/3 ساعة، وبعدين هنفتح عليه الشواية ياخد لون من على الوش. ممكن نكتفي كده، وممكن نعمل تزيين تاني من على الوش خارجي بيديله شكل احلى. التزيين اللي احنا هنعمله بقى ان انا هسيح دارك شوكليت، تمام، وبعدين هبتدي ان انا ازينه بقى كده بالشوكولاتة. بصوا المنظر بقى اختلف تماما. عايزين بقى تعرفوا الشوكولاتة بتلمع كده ازاي، عشان انا حطلها معلقة من الزيت وانا بسيحها على حمام البخار. شايفين الشكل بقى، حاجة هايلة بصراحة وسهل جدا، ومحدش هيصدق خالص ان هو صحي، ويعني محدش هيصدق من طعمه ان هو من غير دقيق ابيض. بعد كده بقى زينت بالمكسرات، او ممكن تزينه بالسوداني المجروش برضو. شايفين بقى الجميل، استاهل كام لايك، استاهل كام لايك على الفيديو والوصفة. متنسوش اللايك والشير، وهحط لكم في صندوق الوصف كل انواع وصفات المعمول الصحي بالشوفان وبالدخن، ويعني عملت بانواع دي صحي كتيره جدا، وكمان بسكوت العيد وحلويات العيد كلها ونواعم العيد هحطها لكم في صندوق الوصف. شايفين بقى الحشوه من الداخل عامله ازاي، وطعمه رائع جميل جدا جدا. زي ما قلت لكم الشوكولاتة دي اختياري، يعني شايفين الجمال. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك بالقناة مطبخ ايمان عاطف، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك. بستنى عليها تعليقاتكم وتطبيقاتكم الجميلة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.